السلام مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة متجددة من برنامج لقاءات. اليوم لقاءات مازلنا مواكبين معرض سكنة إكسبو 2018، ومعنا اليوم سي نزار شيخروح رئيس الغرفة الوطنية النقابية للوكلاء العقاريين. سي نزار شيخروح مرحبا بك في قناتنا تونس العقارية تي في. كنت تنجم تقدم لنا روحك وتعطينا أكثر فكرة على الوكيل العقاري، إيش معناتها الوكيل العقاري؟ مرحبا بكم، مرحبا بالساده المشاهدين الكل. انا نزار شيخروحو، حاليا كلفت بمهمه رئاسه الغرفه الوطنيه النقابيه للوكلاء العقاريين. الوكاله العقاريه قطاع مهم برشا، التوسط في بيع العقار هذا شاغل عمليا المجتمع كامل. هو قطاع يعاني كما العديد من القطاعات الاخرى، كما البعث العقاري، كما قطاع البناء اون جينيرال، يعني كلهم يعانيوا من عديد المشاكل. من اهمها ومسبباتها هو عمليا انهيار الدينار التونسي، واللي كانت عنده اثار وخيمه. يعني قطاع الوكاله العقاري تضرر مباشره من الازمه اللي مر بها قطاع البعث العقاري، يعني تو سامبلومون التي في اللي زادوا هالهم في عمليات البيع، واللي هي مش تزيد مره اخرى في 2020 مش تولي 19%. هذا بالطبيعة مش يثقل كاهل البعث العقاري، ثم مش يثقل بالطبيعه كاهل الوكيل العقاري. الوكيل العقاري يمكن يتراود عند البعض هو واحد من المتسببين في غلاء الأثمان، أنا راني نبرئه وننزه عن هذا، لأن الوكيل العقاري ببساطة هو يحاول يوجد اتفاق ما بين البايع والمشتري بثمن معقول باش هو يجم يتقاضى أتعاب نتاعه. هذا مش باش يكون موجود في حالة الغلاء أثمان، إذا نلقاو احنا أثمان العقارات في ارتفاع مشط والقدرة الشرائية منهارة بطريقة متواصلة، أكيد الوكيل العقاري مش باش يخدمه. دونك الوكيل العقاري هو إنسان يبحث على التوافق ويلوج على أرضية تفاهم ما بين البائع وما بين المشتري بثمن اللي يراه الوكيل العقاري معقول، لأنه من واجبه، طبعا يمكن نتناولوها، من واجبه يعني يقنع الحريف نتاعو، الا يوصل للحريف نتاعو باش يشتري بالثمن المعقول في الطونتي، يعني في ذلك الوقت. مي احنا نقولوا ما يخدعش الحريف نتاعو، يعني كان البايع مشي يبيع بثمن منخفض على السعر الحقيقي سعر السوق، هو مشي ينصحه، كان المشتري مشي يحصل مشي يشري بالغالي، من مفروض الوكيل العقاري او هذا المطلوب منه في المهنه قال له ينصحه ويوجه له نصيحه باش يشري بالثمن المعقول وما يوقعش التغيير به باي طريقه من الطرق. كي ناخذوا فكره احنا على الوكيل العقاري، وكيما نشوفوا نلقاو انترفونون ايسونسييل في البيع والشراء بين المشتري والبروموتور موبيلي والا البارتيكولير اون جينيرال، كتعطينا فكره بالضبط كيفاش تصير العمليه وباكثر وضوح. اول حاجه الوكيل العقاري، انت قلت كلمه اللي هو انترفونون ايسونسييل، انا اللي نقول لك راه ما ثماش حتى فصل قانوني يلزم حاليا الحريف او البائع باللجوء الى الوكيل العقاري. دونك ما عندوش اختصاص، احنا نقولوا ريزيرفي، اختصاص مسند وحصري للوكيل العقاري. سي جا حنا نجم بعد نحكيوا عليها الحكايه هذه. لكن الباحث العقاري لانه يعتبر الوكيل العقاري بائع محترف ويستطيع الترويج او تسويق البرودوي الشقق نتاعو ولا يعني المنتوج نتاعو، فيلجأ للوكيل العقاري، اما مش يكلفوا بطريقه حصريه لمده معينه ويتكون الوكيل العقاري عمليه الترويج هذه، ويجم زاد يكلفوا كاباركا، يعني وقت ما تلقى انت مشتري يعني يتناسبوا المنتوج نتاعو يولي يجم يشري ويخلص يتقاضى اتعابه اون فونكسيون شنو اللي باع. يعني نبداو من الاول، احنا كيفاش نجم اني نكون وكيل عقاري؟ بطريقه واقعيه الوكيل العقاري يخضع الى قانون 81 جوان 81، قانون دونك عنده 37 سنه، كبر شويه القانون هذا. كانت تخضع الى رخصه اداريه، رخصه من عند الوزاره الاقتصاد الوطني، ثم في مرحله اخرى من عند جهه اداريه، ثم في قانون 2001 جويل 2001 في اطار حذف التراخيص الاداريه تم يعني اقرار كراس شروط تنظم مهنة الوكيل العقاري. دونك الشخص اللي يحب يولي وكيل عقاري لازم يخضع إلى الالتزامات الواردة صلب كرة الشروط هذه، أهمها مبدئيا باش يكون باك بلس دو في شعبة الاقتصاد الحقوق أو المالية، وإلا يكون عنده ختم الدراسة الثانوية نتاعو ثم عمل عامين ستاج يعني فعليين عند وكالة عقارية معترف بها. يلزم أيضا يعمل كوسيون بونكير
خاطر ثم كوسيون موكير ثلاثة أصناف تاع زوج ملايين اللي يكتفي بالوساطة العقارية بين قوسين السمسرة، مش السمسرة اللي نحكيو عليها من المتطفلين، وإنما السمسرة بمفهومها كعقد من عقود التجارية نظمته مجلة تجارية، أو الوكيل العقاري اللي يعمل التصرف العقاري، وثم الوكيل العقاري يجمع بين التصرف العقاري يعني جيستيون دي بيان التصرف في ملك الآخرين والسمسرة، دونك عنده كوسيون بانكير بخمسة ملايين. وان بلوس يعمل تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن المخاطر اللي يجم يقع فيها، وهذا كله ضمانات راهي للحريف، وهذا يراه لب الاختلاف والفارق ما بين الوكيل العقاري لجري وما بين المتطفل هذا على المهنة هذه مهما كان الصفة متاعه أو التسمية متاعه. نحبس لهنا كيفاش نعرفوا أني من متطفل وإلا وكيل عقاري معناتها قائم الذات؟ هو بصراحة يعني سؤال يعني ذكي برشا، هو والمستهلك فسيلمو يعني من أيسر سبل يجم يحصل، هو يفترض في الوكيل العقاري الحرفية والمهنية. ما نتصورش انا مستهلك يجي للوكيل العقاري يقول له اسمع انت اجري ولا مش اجري، سان فوريان يعني. اسكو الوكيل العقاري عنده كارت بروفيسيونيل بور المولا لانه يخضع كل الشروط اللي يمكن بعدها نحكي الغرفه، غرفه الوكلاء العقاريين غرفه وطنيه تفكر حاليا في تطوير هالغرفه هذه وجعلها هيكل وطني ان اوردر تولي تعطي دي كارت بروفيسيونيل على غرار القطاعات الاخرى. انا نقول الوكيل العقاري اول حاجه لازم يكون عنده مقر، المقر هذا لازم يكون مفتوح للعموم، يخضع للمحلات المفتوحه للعموم. الوكيل العقاري لازم يكون عنده التريفه نتاعو معلقه في المحل نتاعو، عنده باتونت يعني يخضع للقانون الجبائي لازم يكون معلق، مفروض عنده سجل تجاري يعني يكون موضوع على ذمه العموم، عنده دفاتر خدمات لازم تكون موجوده. بينما المتطفل هذا ما عنده حتى شيء من هذايا الكل، عنده برشا وعود برشا اوهام يعد بها الحريف ويعدوا اللي هو مش قدم له خدمات حقيقيه وبأثمان منخفضة بارابور ولا بالمقارنة مع ما يتقاضاه الوكيل العقاري في الحقيقة. يعني كيفاش يفرق؟ أنا نقول أول حاجة يزمو يسأل الوكالات العقارية. مثال أنا المقر متاعي الاجتماعي في صفاقس، الوكالات العقارية في صفاقس حاليا 23 وكيل عقاري أجري، لكن عندنا نعني عمليا ما يقارب عندنا 2000 متطفل على المهنة، وللأسف هذوما متطفلين وأون بليس بعض منهم المنتصب واقعيا ويقول راني انا متصرف ولا سمسار ولا وكيل عقاري. ومالوريزمون انا نقول الاداره او الشرطه الاقتصاديه انا نعيب عليها لان مش قايمه بالواجب هذا، واجب المراقبه لمنع خطوره ولا من مخاطر التحيل على الحرفاء. كي انتو الجولم يتعاملوا مع الامور بصفه اجتماعيه وب نقول يعني بالكثير الكثير من السلاسه والليونه، وهذا من أنا نعيب عليهم، وهذا من معوقات عمل الوكيل العقاري واللي خلاه في مأزق كبير خاصة مع الجرائم. وإلا المشاكل اللي أنا نقول الوكيل العقاري مش منزه عن يعني اقتراف الأخطاء، وإنما حتى هو لا يتحمل أوزار الأخطاء اللي ارتكبوها سماسرة كل والطفيلين كل ولو كلهم باسم الوكيل العقاري. الوكيل العقاري هذا كلهم راهو فئة معينة. مالوريزمون أونكور أون فوا يمكن مش نبعد بيك شوية، الإذاعة الوطنية ولا التلفزة الوطنية حتى وقت تجيب مسلسلات ولا أفلام ما تختار إلا وكيل عقاري متحير، ما جابش مرة وكيل عقاري في هندام ولا تجم تجيب محامي تجيب طبيب تجيبهم بكيفيات مختلفة. يعني النظرة الخايبة ديما للوكيل، لكن نظرة دونية، نظرة إنسان انتهازي، إنسان ما يقومش بواجبه، إنسان يلوج على المربوح السهل فقط. لكن أنا نأكد لك اللي عندنا عشرات الوكالات العقارية المحترمين واللي قدموا في نصائح ثمينة وثمينة جدا لحرفاء متاعهم، وبعتهم برهن لك على ذلك بدليل القطع. أهم مشكلة نجم نأكدها لك ويعيشوها العديد الزملاء، يجم يقعد فترة زمنية قد تصل إلى عام وما يقومش بحتى عملية عقارية، ما يجمش يبيع وما يتقاضاش، أو هو عنده دي شارج فيكس كل شهر يدفع فيهم، يدفع في أداءات، يدفع في تغطية اجتماعية، يدفع فكرة باش هو يعيش. فهذه أهم المشاكل، والمستهلكين أو المجتمع ينظلوا اللي هو راهو وكيل عقاري دونك عنده برشا فلوس، إنسان ثري، إنسان كما ساعة يمكن نقول انتهازي، معني إن شاء الله ما تفهمش بالغلط على الكلمة هذه. أنا نقول لك من الطرائف الأمور الضمان الاجتماعي سي ان اس اس وقت تمشي تعمل أفيلياسيون يعتبروا الوكيل العقاري كاتيجوري 5. علاش؟ لانه عنده برشا فلوس دونك يقدروه كيما الطب ولا اقل شويه. لي كورتيي اللي يحل كورتيي يولي كاتيجوري 1،
فميم تعامل الاداره في الاداره كي نتعاملوا حنا نزيدوا في خدمات ما حناش صناعيه لكن تعاملت معنا الاداره 18% تو حالين 19 تو بون تنحات لانه تو وقع تقريبا توحيد التيفيا يعني ميم معامله الاداره واثقال الكاهل نتاعو الوكيل العقاري اللي يخدم دون لي ريغل ويطبق جميع الالتزامات اللي فرض عليه فرضت عليه كره الشروط اسبيرون ان شاء الله يجم يعيش كوريكتمون نعاود نقول من حلاله يعني لانه بالطبيعه الحرام راهو ساهل برشا في جميع الميادين دونك فالمهنه انا نقول الطفيلي هذا علاش يولي هو الطفيلي علاش ما ياخذش كره الشروط بيانك هو تلقاه راهو عنده ميتريز وعنده كذا وعنده المؤهلات العلميه باش يحل وكيل عقاري باش يتفادى الالتزامات هذه انا مش نواصل معك ما ازيد هناك بعض الرخص الاداريه تسندها الاداره تاخذ رخصه مستشار في الشؤون العقاريه ما عندها حتى سنس قاري دروا يولي يحل قاري يمكن قانون عقاري يوصف روحه اللي هو مستشار يمشي للاداره للقبضة يصرح بالوجود نتاعو مستشار لكن ريال مش يخدم يخدم وسيط عقاري لكن هنا شعمل هو عمل ديفياسيون باش يتفادى صرامة كرة الشروط لأنها فيها يلزم الوكيل العقاري فدي تورنمو منيش نحكي على كاتب العمومي اللي يخدم وكيل عقاري دونك هذوما عندهم رخص إدارية هما رخص من الإدارة بالتواجد لكن فعليا ماهوش يقوم بمهنة الوساطة العقارية ماهوش يقوم بالمهنة نتاعو إنما يقوم بمهنة الوكيل العقاري ينتحل في الصفة هذه وهنا احنا طرقنا اللي فما برشا عباد متدخلين للقطاع هذايا انتوما كغرفه شنو الدور اللي ملزوم منكم باش تحطوا القطاع هذايا في نصابها او اول حاجه الغرفه نتاعنا هي غرفه نقابيه تخضع بطبيعة القوانين اتحاد الصناعه والتجاره ماهيش ما عندهاش سلطه تاديبيه ومام حتى انا نقول التوفيقيه ولا التحكيميه ما عندهاش بكل الغرفه يمكن تعمل يعني وساطه اخلاقيه ما بين الزملاء كيف ما يتفهموش لكن عندهاش القدره حاليا باش تمشي تدور في الاسواق وتعمل محاضر معينه عن طريق عدول تنفيذ وتمشي يعني تتعهد هي تلقائيا باش تبشر اعمال التتبع ضد هالمتطفلين هذيا ما عندهاش الحق بكل بالعكس انا نقول وكاله الجمهوريه مفروضيه تاعها تلقائيا لانه ثم مخالفات انا نزيد ثم مخالفه جبائيه في التصريح بالوجود توصل حتى 50,000 دينار غير مفعله ثم الشرطه الاقتصاديه مفروض تتبع اللي ينتصب على خلاف الصيغه القانونيه الفصل 20 قانون 81 اللي مساعد قد كراو كبر القانون هذا انا الفصل 20 منه يقول راهو كل وكيل عقاري يخضع للقانون هذا يلزمه يلتزم به واللي اللي ما عندوش احنا نقولوا القدره باش للامتثال لازم يتوقف عن النشاط نتاعو هذا راه من عام 81 موجود الفصل 4 من قانون 2001 يقول كل من يمارس المهنه على خلاف الصيغ المذكوره يعني السابقه اللي هي كره الشروط يعاقب به كيف نقولوا كلمه يعاقب يعاقب المشرع راهو بخطيه ماليه مبدئيا مش خطيه مش عقوبه سلبه للحريه وانما بخطيه ماليه من المفروض كما قلنا في الدروا وانا قاري دروا لوبجي نتاع الاتفاق بين الحريف وهل الطفيلي هذايا المفروض يعتبر التزام باطل على معنى فصل 64 حتى الزامات وعقود لانه محل تعاقد باطل لانه يخالف النظام العام الاقتصادي نتفاجئوا في محاكم صفاقس عملنا عملاول في فيفري 2017 وكانت الغرفه الجهويه بصفاقس السابقه في الموضوع عملنا ملتقى كامل حول الوساطة العقارية على خلاف السياق القانونية واستدعينا مجموعة من القضاة وترأس الجلسة وكان مداخلة رشيقة جدا السي حميد لطيفي ونوجهله تحية يعني في الفرصة هذه بالمناسبة هذه اللي هو حاليا رئيس المحكمة العقارية بصفاقس رئيس الفرع المحكمة العقارية بصفاقس فشبين لنا سي حميدة ويمكن أنا وقتها نختلف معه في الرأي بيننا اللي ما عندناش حتى فصل قانوني يلزم القاضي باش يوقف وكيل عقاري ولا طفيلي عن أداء المهنة بل هو ملزم باش يعطيه الأجرة متاعه عند النزاع يعني هالطفيلي هذا وقت يتوسط في بيع عقار وينجح فيه ويطالب الحريف متاعه بالاستخلاص الحريف هذا إذا ما يخلصوش راهو يتعرض للعقوبة لحكم قضائي يعني بالإدانة يدينه ويلزمه بسداد أتعاب الوكيل العقاري بون هنا برشا مشاكل سيكال باز حكم له على باز عقود السمسرة نتاع الفصل 609 وما بعده في مجلة تجارية اللي يقول له راهو يحكي على السمسرة تقول لي ياكو عندهم قانون ما هاس مصر هذوما أنا أقول لك لا راهو هذا قانون مجلة تجارية خرجت عام 59 راهو نسخ الفصل هذا نعتبره أنا شخصيا نسخ بمقتضى قانون 81 لأنه قانون 81 خص الوساطة في العقارات
بوكيل عقاري كيما جاء للاسيرونس قال راه ثم كورتي داسيرونس ما نجيش انا نقول لك كورتي داسيرونس والوسيط في الـ في الـ الجمركي والوسيط في البورصه اعطاهم هذوما دي ستاتيو هذوما كلهم قاموا على عقد الوساطه في الاصل دونك الوساطه موجوده ثم تفرع عنها عديد المهن الاخرى المهنه الوحيده اللي ما زالت تتعثر في هل في شبح السمسار هذا التقليدي هي مهنه الوكيل العقاري